فكركم يا جماعه اللي انتوا اخدتوه الاسبوع اللي فات، عشان اكيد محدش ذاكر واكيد محدش فاكر اي حاجه. فهتكلم في اول حته كده بسرعه على فلوس سريع، لو حد وقف منه حاجه بس يقول لي وقف، تمام؟ من اول حته السكشن اللي فات انا كنت بتكلم بسرعه قوي في قواعد منهم. طيب السكشن اللي فات كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم على حاجه اسمها سبيسيفيك كورس. كانت ايه يا جماعه سبيسيفيك كورس؟ قلنا ان سبيسيفيك كورس عباره عن مجموعه حاجتين، اللي هو ما قالش جامع في الاريا زائد جامع كيو سكواد على جي في الاي. وقلنا ان سبيسيفيك كورس يا جماعه دي مجموعه حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ ايه هما النوعين من الكورسز؟ اتفقنا ان دي اللي هي بتعبر عن هايدروستاتيك فورس، ودي اللي هي بتعبر عن دايناميك فورس. يعني ايه هايدروستاتيك ويعني ايه دايناميك فورس؟ ان انت دلوقتي لو عندك ميه مالهاش دعوه خالص بالهيدرولي جامب، ومين وقفتها بقى؟ الجيت يا جماعه ده هيحس بايه؟ هيحس بفورس، هيحس بفورس بتضغط عليه. الفورس دي يا جماعه جايه مجموعه حاجتين، جايه نتيجه الهايدروستاتيك فورس اللي هو نتيجه لارتفاع الميه. اكيد كل ما الووتر داخل بيزيد كل ما الفورس على الجيت هتزيد. جايه من حاجه تانيه اللي هي مين؟ نتيجه لسرعه الميه اللي هي الترم بتاع البي سكواد على 2 جي. فدي كده اللي هي سميتها يا جماعه في ايه؟ مال؟ انا عايز وانت مالك؟ فقلنا يا جماعه الفورس دي جايه نتيجه من حاجتين، نتيجه من هايدروستاتيك فورس ودايناميك فورس اللي هي الفورس بتاع الميه. طيب قلنا اهم ابلكيشن عندنا لما نطبق فيه السبيسيفيك فورس او على الارض ديفايد فلوكا اللي هو مين؟ لما جيت اتكلمت على حاجه اسمها الهيدروليك جامب. لما جيت اتكلم على الهيدروليك جامب استنتجت القانون بتاع الهيدروليك جامب. جيت علشان استنتج القانون او الجنرال ايكويشن بتاعت الهيدروليك جامب عملت ايه؟ قلت هشوف ايه كل الفورسز اللي بتاثر على الهيدروليك جامب. عندي من ناحيه دي يا جماعه؟ كان عندي من ناحيه دي في حاجه اسمها اف 1 اللي هي الهيدروستاتيك بريشر فورس. كان عندي من ناحيه دي حاجه اسمها اف 2 اللي هي برضه هيدروستاتيك فورس. كل يا جماعه فاهم ليه اف 1 واف 2 اتجاهاتهم كده؟ لان في حاجه في سكشن تاني برضه لسه متلخبط فيها، فكل يا جماعه فاهم دي ليه؟ تمام. فعندي من الناحيه دي اف 1 وعندي من الناحيه دي اف 2. في اي فورس ثانيه بتاثر معايا؟ لو انا حاطط لك بلوكس، البلوكس دي بتاثر ازاي على الميه؟ بتاثر برياكشن فورس في الاتجاه ده، بتاثر بار في الاتجاه ده. في اي فورس ثانيه؟ اتفقنا ان كان في فورس ثانيه بس انا اهملته. ايه اول بقى فورس اهملتها اللي هي كانت ايه؟ الفريكشن فورس. انا كان عندي هنا فريكشن مع القاع اهملته ليه؟ عشان بتكلم ان الهيدرولي جامب اللي بتحصل في مسافه قصيره فمش لاحق احسب عليها فريكشن لوسز كبيره. طيب ايه تاني حاجه اهملتها؟ وركبت الوقت ان انا كان المفروض عندي في الاتجاه ده حاجه اسمها دبل ساين تيتا. اهملتها وبعدين تفاعلوا مع بعض. انا لما بهملها دي حاجه كويسه يعني حاجه مقبوله ولا مش مقبوله؟ المفروض هي حاجه مقبوله جدا. ليه؟ لان تيتا اصلا صغيره جدا، فلما تيجي تديك ساين تيتا هي كمان هتبقى رقم صغير جدا. فدبل ساين تيتا هيبقى خلاص تقريبا نيجليجبل، هيبقى حاجه صغيره جدا. السبب التاني اللي انا قلت لك ان انت لما بتيجي تنفذ فرشه خرسانه، يعني الهيدرولي جامب دي مثلا بتحصل بعد الجيت. فانت لما بتيجي تنفذ الفرشه الخرسانه اللي بعد الجيت انت غالبا لما بتنفذ الفرشه دي ايه؟ افقيه تقريبا. ايه؟ هوريزونتال تقريبا بتنفذها افقيه. فانت لما بتنفذها افقيه يبقى فعلا بقت ساين تيتا بكام؟ بس فعلا في شويه فرص بس كلها بكام. رحنا كتبنا المعادله، المعادله دي كانت ايه؟ تطبيق المنتل ايكويشن. جيت قلت هقول سيجما الفورسز بتساوي رو في الكيو في الدلتا في. فجيت اقول ان اف 1 ناقص اف 2 ناقص الار بتساوي رو في الكيو في دلتا في. طيب جيت عملت شويه ريارينجنج للمعادله، قلت اف 1 اللي هي فكيتها بمين؟ اللي هي جاما اتش بار في الاريا ناقص دي كده اللي هي سميتها واحد. هجيب لما هفك دلتا بي دي هتبقى بي 2 ناقص بي 1، هجيب الناحيه دي بي 1، هيبقى عندي زائد جاما كيو سكواد على جي في اريا 1 بتساوي اف 2 اللي هي جاما اتش بار في اريا 2 زائد جاما كيو سكواد على جي في اريا 2 زائد الار. الكلام ده شرحناه بالتفصيل السكشن اللي فات، وصلت للمعادله دي. المعادله دي قلت لكم هي عباره عن ايه؟ المعادله دي هي عباره عن الجنرال ايكويشن بتاعه الهيدروليك جامب. يعني انت عشان تجيب على رقم ما بين واي 1 وواي 2 الهيدروليك جامب في اي نوع من الكروس سكشن، كان ترابيزويد كان تريانجل كان ريكتانجل، لاي نوع من الكروس سكشن هتعوض في اي معادله؟ المعادله دي. عندي بلوكس برضه هعوض في المعادله دي وهدافع اخباري بصوره الار. طب جينا نكتب المعادله بطريقه مبسطه شويه. جينا قلنا هي جاما اتش بار في اريا 1 زائد جاما كيو سكوير على جي في الاي، هم دول مين؟ دي كده اللي هي سميتها سبيسيفيك فورس اللي محسوبه عند سكشن 1 بتساوي دول اللي هم مين؟ سبيسيفيك فورس 2 زائد الار. المعادله دي هي نفسها بالظبط المعادله دي بس ايه؟ مكتوبه بصوره مبسطه شويه. فلحد
شلنا الضم، عدش بشر الآية لوحدها تبقى هي تبقى هي الـ first moment of area. هي الـ first moment of area حوالين سطح المية، هو ده تعريف الـ H bar في الآية. لما تضربها في ضمك أنت كده بتحولها لـ force. فالـ H bar في الآية هي الـ first moment of area حوالين سطح المية. طب فاكرين كانت ايه هي الفيرست مومنت اوف اريا اصلا؟ الفيرست مومنت اوف اريا كان ان انت تضرب الاريا بتاعت اي شكل في بعد السنترويد عن محور معين. طب ايه ده المحور اللي انا باخد عليه؟ اللي هو هيبقى مين؟ اللي هو هيبقى سطح الميه. طيب تعالوا نتكلم على الجنرال كروس سكشن بتاعنا اللي هو مين؟ الترابيزوديال كروس سكشن. لو انا يا جماعه عندي كده ترابيزوديال كروس سكشن عايزه احسب له الفيرست مومنت اوف اريا، هحسبها ازاي؟ هقسمه لكذا شكل انا عارفاهم واجيب كل اريا اضربها في بعض السنترويد بتاعها عن سطح الميه. فانا هقول ايه؟ هقول الشكل ده هقسمه لمستطيل ومثلثين. طيب عرض القاع بكام؟ عادي جدا زي ما احنا عارفين دي عمق الميه هيبقى واي، يبقى المسافه دي برضه دي. حبه صغيرين دول يا جماعه بكام؟ كام؟ تي واي. دول هيبقوا تي واي. طيب تعالوا نحسب. لو انا عايزه اتش بار في الاريه بالشكل ده هاجي اقول الاول بالنسبه للمستطيل هقول ايه؟ هضرب الاريه بتاعته في بعد السنترويد عن مين؟ عن سطح الميه عشان تفرق انت بتاخدها حوالين سطح الميه ولا بتاخدها حوالين القاع. طيب الاريه بتاعتي بتساوي ايه؟ المستطيل الاول تبقى سهله دي في واي مضروبه في بعد السنترويد عن سطح الميه اللي هو هتبقى كام؟ واي على 2. تمام حلو جدا. زائد عندي كام مثلث؟ عندي مثلثين فوق اتنين في الاريا بتاعت المثلث الواحد يا جماعه بتساوي كام؟ تي واي سكوير على اتنين. انت عندك هنا ده تي واي وعندك واي في نص القاعده في الارتفاع فهيبقى عندك تي واي سكوير على اتنين. ده كده الاريا. لسه عايزه اضرب بعد السنترويد بتاعها عن مين؟ عن سطح الميه. بعد السنترويد بتاع المثلث عن سطح الميه بيساوي كام؟ واي على 3. لما تيجي تبسط القانون ده هتلاقي ان انت وصلت ل بي واي سكوير على 2 زائد تي واي كعيب على 3. دي كده يا جماعه اللي هي مين؟ اللي هي الاتش بار في الاريا. حد عامل فيها سؤال؟ لما تضربها في ضمه يبقى انت دلوقتي بتحولها لفورس. وحدات الفورس ايه؟ حسب انت هتعوض عن الضمه بكام؟ يعني انت لو عوضت عن الضمه بواحد يبقى الفورس هتطلع لك بالطن. لو عوضت عن الجامعه ب 1000 يبقى الفورس بتطلع لك بالكيلو جرام. لو عوضت عن الجامعه ب 9810 الفورس بتطلع لك بالنيوتن. فالوحدات حسب انت هتعوض عن الجامعه بكام. طبعا اسهل حاجه في الحال ان انا اعوض عن الجامعه بكام؟ بواحد على طول عشان حتى لو نسيت هيبقى زائد. وابقى عارفه ان الفورس اللي طالعه لي طالعه وحدتها بالطن. طيب لحد هنا في مشكله كده اللي جبت منين؟ جبت الجامعه اتش بار في الاب. طيب هضربها في الجامعه يبقى انا كده جبت الترم بتاع الهايدروستاتيك فورس. الترم بتاع الديناميك فورس اللي هو جاما تي سكوير على جي بي. حد عنده فيه مشكله؟ ده ترم سهل قوي مفيش فيه مشكله خالص. والار ده عندك بتبقى وحدات فورس حسب الجاما بقى تقريبا بالطن. المعادله او اوصلهم بصوره مبسطه شويه. يعني يا جماعه اللي انا كاتباه هنا ده
دي برضو معادله المومنتم ايكويشن. يعني وانت بتيجي تحل مثلا، انت بتيجي تفكر في المساله، هتيجي تقول انا عندي ثلاث معادلات، الكونتينيوتي، الانرجي، المومنتم، تمام؟ فهتيجي تقول له انا هطبق المومنتم ايكويشن، هتقول لي هي دي المومنتم ايكويشن. وتيجي مره تانيه نفس المساله تطبق لي في القانون ده، ما ينفعش. القانون ده يا جماعه هو نفس المعادله دي، بس زي ما تقول كاتبينه بسرعه مبسطه. كاتبينه بسرعه مبسطه وحاطين شويه كونديشنز عليه. ان احنا قلنا القانون ده في حاله ريكتانجلر او فيري وايد، يعني لو الكونستكشن بتاعك تركزويد القانون ده ما ينفعش. لو الكونستكشن بتاعك اي نوع من انواع الكونستكشن خلاص ما بقتش تنفع غير الريكتانجلر او فيري وايد. وكمان حط لك كونديشن تاني ان الار بتساوي صفر، بمعنى ان انت في المساله دي مش حاطط بلوكس. لو انت في المساله الكونستكشن بتاعك ريكتانجلر وكله تمام، بس انا جيت حاطط لك بلوكس في المساله، القوانين دي يا جماعه بقت انفاليد، ما بقاش ينفع تعوض فيه. تمام؟ عشان الكلام ده بنشوفه في الكويز، بنشوف الناس بتيجي برضه في الكويز او في الميد تيرمز او في اي حاجه بتعوض في القوانين دي رغم ان انا حاطه لك بلوكس، فكده على طول المساله بتيجي. هي الار دي عشان لا الار دي عشان البلوكس. دلوقتي يا باشمهندس احنا كنا اتكلمنا قبل كده، لو انت عندك هيدروليك جامب، لو انا جيت حطيت بلوكس كده في وسطين، البلوكس دي بتعمل ايه؟ بتزق الميه، ما بتعملش، مش مساله فريكشن. يعني هو الفريكشن اللي مع سطح البلوك هو كان هيعمل نفس الفريكشن مع القاع. هي الفكره كلها ان الميه وهي ماشيه اكنها عايزه تاخد البلوك وتمشي، اكنها عايزه تاخد تسوق البلوك في الاتجاه اللي هي ماشيه فيه. فالبلوك بيرد عليها بنيكول نقص رياكشن. فعشان كده هو بيعمل رياكشن فورس على الميه في الاتجاه ده. ده بيقلل معايا في الفورسز، ده بيعمل اتزان في الفورسز شويه، بيحسن معايا الفورسز شويه. تمام؟ طيب عشان كده البلوك، البلوك ده ملوش دعوه بالفريكشن خالص، احنا اول حاجه قلنا ان انا اهملت الفريكشن في الهيدروليك جوب. طيب تاني عشان ارجع يا جماعه اعوض في القوانين دي، لازم مهم جدا تبقى عارف انت هتعوض امتى في القوانين دي. فتاني لازم يبقى ريكتانجلر او فيري وايد، وكمان الار بتساوي صفر. طب القوانين دي بتقول لك ايه؟ واي 2 بتساوي واي 1 على 2 ناقص بعدين اوبن براكت ناقص 1 زائد شوار روت اوف 1 زائد 8 كيو سكوير، دي اللي هي مين؟ الدستشارج في اليونيفرس اللي هي بالظبط اللي هي كابتن كيو على البي على جي في واي 1 تكعيب. فيبقى القوانين دي ظريفه في ان انت عملت ايه؟ مش محتاج تحل باي ترايل اند ايرور. لما تيجي تحل مسائل هتلاقي ان انت عشان تفك القانون الكبير ده وتحله هتلاقي ان انت عندك ده هنا ظاهر فيه واي وهنا ظاهر فيه واي، وبعدين هتلاقي الواي الباورز بتاعتها مختلفه، وهتلاقي هنا كمان واي وهنا كمان واي وباورز مختلفه، بالذات لو الكونستكشن بتاعك بتزود. هتلاقي انت عشان تفك البتاعه دي ما بتفكش، عشان تجيب الواي في ناحيه واحده مش هتعرف تجيبها، عشان مثلا تجيب الواي 1 لوحدها مش هتعرف تجيبها. هتلاقي انت عشان تحل دي بتحل باي ترايل اند ايرور، وبتبقى قصه كبيره جدا. القوانين دي ظريفه ان هي على طول جايبه لك واي 2 بدلاله واي 1 او واي 1 على طول بدلاله واي 2، فمش محتاجه ترايل اند ايرور. فك كيو على بيس مول ولا؟ نعم؟ كيو على بيس مول ولا؟ ما هي بص ما هي مش فارقة بيس مول دي كابتن، مش أنا بقول لك إن ده ريكتانجلر فخلاص مول دي هي كابتن بي فمش هتفرق. ما لسه مش هو لو الكونتينيوتي لسه ترجع لي. هيعملش جريشن برضه. أنا بقول لك هو دي محلها صعبة أوي. بتحتاج ترايل أند إيرور في أي نوع، يعني حتى لو السكشن بتاعك ريكتانجلر أنت عشان تخلي ده على طول محتاج ترايل أند إيرور. تمام؟ لأن حلها صعب. ففي حد كده قال طب خلاص بدل ما احل البتاع الصعبه دي انا هاخد سبيشال كيس اللي هي مين؟ هي ريكتانجلر او فيري وايد وكمان حط الار بتساوي صفر. وصل لشويه قوانين ظريفه بتسهل لنا اي حاجه من المسائل. تمام؟ فانا طبيعي من حقك تستعمل دول على طول من غير اي اثبات من غير اي حاجه، بس زي ما بقول لك ان لو في المساله حطيت لك بلوكس خلاص ما بقاش ينفع تستعمل دول، بتضطر ترجع للجنرال ايكويشن اللي هي تتحل باي ترايل. طيب القوانين دي يا جماعه تاني واحد هي نفس الكلام، هي نفس القانون، بس هي شال لك مثلا كي سكوير في الجي حط مكانها واي وبعدين كتبها لك مره ثالثه بدلاله فراود نمبر. هو كده زي ما هو ربط لك واي 2 بواي 1 فالقانون ظهر على طول من انت لاين ده. حاجه بس اللي عايز اقولها في القوانين دي ان هي انترتشينج، بمعنى لو دي واي 2 يبقى كل حاجه في المعادله هنا بقت مين؟ واي 1. طب لو العكس، لو انت عايز تجيب واي 1 عادي جدا هتعوض في نفس القانون، بس هتعوض هنا دي واي 2 ودي واي 2، دي هتبقى واي 2 دي هتبقى برضه واي 2، ده هنا هيبقى واي 2 وده هيبقى براون 2. فالموضوع انترتشينج، عايز واي 1 يبقى عوض في الناحيه الثانيه كل حاجه بواي 2، عايز واي 2 يبقى عوض في الناحيه الثانيه كل حاجه بمين؟ بواي 1. ودي بقى القوانين بتاعت الهيدروليك جامب اللي هي بتربطك على طول، العلاقه اللي بتعمل في الهيدروليك جامب ايه؟ بتربطك على طول واي 1 وواي 2. طيب في بقى شويه قوانين ثانيه بنستعملها في المسائل، حاجات بتتسال فيها. ان مثلا يجي يسالك طب ايه هي الهيد لوسز في الجامب؟
جاي من تطبيق ايه يا جماعه؟ جاي من تطبيق النولج ايكويشن. لو انا دلوقتي عندي هيدروليك جار وعايز اجيب الهيد لوسز او الانرجي لوسز اللي حصلت في الجار، اول حاجه تعملها سكتش التوتال انرجي لاين. لما عشان تعمل سكتش التوتال انرجي لاين على الهيدروليك جار هتعمل ايه؟ لو انا مثلا بدي افقي او بميل خفيف قوي، هاجي اعمل الهيدروليك جامب اكمل ازاي؟ اكمل افقي او اكمل بميل خفيف؟ لا، ده انت لازم تعمل دروب وتعمل دروب محترمه فوق الهيدروليك جامب في التوتال انرجي لاين. بعد كده كمل بنفس الميل الخفيف او الافقي اللي هو عادي فريكشن لوسز العادي. تعالى بقى اطبق النولز ايكويشن ما بين كروس سكشن 1 وكروس سكشن 2. عند كروس سكشن 1 لا 1 تلاقي عندك ايه؟ واي 1 زائد دي 1 سكويرد على 2 جي، دي اللي هي مين؟ سبيسيفيك انرجي 1 هتساوي عند كروس سكشن 2 هيبقى عندك ايه؟ واي 2 زائد في 2 سكويرد على 2 جي، هي بتبقى سبيسيفيك انرجي 2 زائد الهيد لوسز اللي حصلت في الهيدروليك جامب. يبقى لو انا في مساله بسالك ايه الهيد لوسز اللي حصلت في الهيدروليك جامب بكل بساطه هتقول لي مين؟ هي هتبقى كانها هي تبقى عباره عن سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2. ده مش اكس، ده طبيعي في النولز ايكويشن. معلش في القوانين دي لازم يكونوا سيكشنين، يعني عندي عند واي 1 واي 2 ريكتانجلر ولا عادي؟ دول يا ريكتانجلر يا فيري وايد. ماشي، سيكشن واحد ولا سيكشنين؟ الاثنين طبعا. الاثنين. وما يتغيرش دي كمان، يعني انت كمان عشان تعوض ده لازم دي 1 هي نفسها بي 2 عشان تعوض هنا بي نفس الكيو. تمام. تمام، فانت ما غيرتش اي حاجه، اي تغير في الحاجات دي هترجع لمين؟ الجنرال ايكويشن. نرجع تاني بحسب دلوقتي يا جماعه الهيد لوسز في الجار، فاتفقنا هنطبق النولز ايكويشن ما بين الكونسبشنز وهي طلعت سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2. القانون ده برضه فاليد لكونسبشن معين ولا اني كونسبشن؟ اي كونسبشن. انا هو انا هنا لما طبقت النولز ايكويشن ما قلتلكش ان ده لازم يبقى ريكتانجلر او فيري وايد او اي حاجه. فخلاص يبقى القانون ده يا جماعه اللي انا بقوله فوق ده فاليد فور اني كونسبشن. طيب برضه في قانون اسهل شويه بيجي بس في حاله مين؟ في حالة الريكتانجلر أو فيري وايت وكمان تبقى الآر مالها؟ بتساوي صفر. فبتقول إن الهيد لوسز بتساوي واي 2 ناقص واي 1 كلها تكعيب مقسومة على 4 واي 1 واي 2. برضه عشان الكونسيبت يبقى عندك واضح، المعادلة دي هي دي تطبيق النولز إيكويشن. يعني ما حدش برضه هو بيعيد عدد المعادلات اللي عنده في المسألة، يقول لي دي معادلة ويقول لي هطبق النولز إيكويشن بين كروس سكشن 1 و 2. خلاص، دي هي تطبيق النولز إيكويشن بين 1 و 2. فاهمينها؟ فلازم تبقى عارف، مش هقول لك اصل القانون والاثبات، بس لازم تبقى عارف انت بتعوض في ايه. دي يا جماعه اللي هي جايه من تطبيق النولز ايكويشن. تمام؟ طيب تاني دي فاليد لمين؟ فاليد بس في حاله الريكتانجلر او فيري واي وكمان لازم تبقى الار بتساوي صفر. هيأثر في الواي. يعني وانت بتطبق المبدا بتاع سبيسيفيك فورس ماشي هيفرق معاك وانت بتحسب واي 1 واي 2. هي الفكره كلها في ايه؟ لما تطبق الهاندن ايكويشن عشان تجيب علاقه ما بين واي 1 واي 2. فواي 1 واي 2 لو انت ما عندكش بلوكس هيطلعوا بلوك، لو انت حطيت بلوكس في واحده فيهم هتتغير، فواحده فيهم اتغيرت سبيسيفيك انرجي 1 اتغيرت او سبيسيفيك انرجي 2 اتغيرت وبالتالي بلوكس اتغيرت. عشان كده بقول لك لازم كمان تبقى الار بتساوي صفر. طيب اخر حاجه هسالك عليها اخر حاجتين هيقول لك احسب لي السؤال دي كده لوحده، ايه هي الهورس باور ديسيبيتد ان الجامب؟ يعني الباور اللي انت خسرتها في الجامب. الباور اي باور في الدنيا اي باور بتاعت ميه بتتحسب ازاي؟ جامب في كيو في الاتش. طيب الباور في الاس ايونز تطلع وحدتها بالايه؟ تطلع وحدتها بالوات. عشان يطلع لي وحدتها بالوات كان لازم اعوض عند الجامب هنا بكام؟ تطلع بالوات. اللي هي كام يعني؟ 9110. ركزوا يا جماعه، لو انا بتكلم على اس اي يونتس يبقى لازم تعوض عن كل حاجه بالاس اي يونتس. تمام؟ يبقى لازم الجامعه تبقى بالنيوتن عن كل مكعب. فلو انت عايزها ايه؟ هو احنا عاملينها مكتوبه بالوات، بس انا مثلا تبقى فاهم خالص. لو انا عايزه الهورس باور سوري لو انا عايزه الباور بالوات يبقى لازم اعوض عن الجامعه 9110 وبالكيو متر مكعب في الثانيه والاتش اعوض عنها بكام؟ بالمتر. كده هيطلع لك بالوات. طيب احنا هنا لما بسالك غالبا بسالك عليها كهورس باور. عشان تطلع لك بالهورس باور فلازم غصب عنك الجامعه دي تعوض عنها بكام؟ ب 1000 كيلو جرام على متر مكعب وتقسم على 75. الرقم اللي هيطلع لك من هنا ده وحدته بالهورس باور. يعني كام حصان؟ عارف انت لما تروح تشتري تكييف تقول هو ده كام حصان؟ هو ده الباور بتاعه. هو ده بالظبط تعريف الباور بتاع الميه، الانرجي
دي اللي هي البروسس اللي حصلت في الجامب اللي انت لسه حاسبها والقانون ده. فانت كل اللي هتعمله هتضرب جامب في الكيو في الاتش على 75 هيطلع الباور ديسيبيتد من الجامب. وزي ما بقول لك لازم الجامب لما تيجي تعوض انا هعوض عنها بالالف عشان يطلع لك بالهورس باور. اخر سؤال بيسالوا لك بيقول لك طب ايه هو طول الجامب؟ ايه هو اللينث اوف ذا جامب؟ يعني ايه طول الجامب؟ ايه المسافه دي؟ اللي هي المسافه ما بين واي 1 لحد واي 2 على الافق. طول الجامب خد طول قد ايه؟ فهو دي ما لهاش رقم ثابت، دي بندي لها رينج، فالرينج بتاعها اللي هي من 5 ل 7 واي 2 ناقص واي 1. واي 2 ناقص واي 1 ده اكيد ان كل ما الفرق ما بين التو ووتر ده زاد كل ما الهايت بتاع الجامب زاد اكيد هي كمان طولها بيزيد، هو اكيد فانكشن واي 2 ناقص واي 1. الرينج بقى اللي هي بتقول لك ان هي من 5 ل 7. بسألك المسألة حطيتها ب 6 اوكي، حطيتها ب 5 ونص اوكي، يعني انا مش هحدد لك رقم اقول لك لا لو سمحت خده كده بالظبط. يعني حتى واحنا بنصلح بنصلح على رينج مش بنصلح على رقم. فلما اتنين مثلا يبقوا جنب بعض ولا اتنين كده ورا بعض طالعين نفس الرقم بالظبط، التاني لازم التاني هيعرف عندهم هم ايه؟ مش اللي قاعدين بعض. فاقرأوا الحاجات دي. افرض يعني بص في الهيدرولكس هيدرولكس فيها ابروكسيميشنز كتير قوي فبيبقى صعب قوي. يعني انت اكيد حليت مثلا شيت 1 وشيت 2 على الاقل شفت الابروكسيميشنز بتبقى عامله ازاي. فنادرا ما اتنين جنب بعض يطلعوا نفس الرقم لحد اول او ثاني ديسمال بليس. فلما بنلاقي لا عدد الديسمال بليس متكررة لا بتعرف على طول لا في في حاجه. فيعني حد لو قدمني ما تديش رقم بدقه. اخر حاجه نتكلم على سبيسيفيك فورس دايجرام. لو هنتكلم على سبيسيفيك فورس دايجرام زي ما اتكلمنا على سبيسيفيك انرجي دايجرام هنتكلم بالظبط زيه على سبيسيفيك فورس دايجرام. هي كل سبيسيفيك فورس بتساوي ايه؟ القانون بتاعها جاما اتش بار في الاريا زائد جاما كيو سكوير على جي في الاي. لو انت عايز ترسم سبيسيفيك فورس دايجرام عشان ما عندوش زي المره اللي فاتت على طول عشان ترسمها مثلا على اكسل فايل هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد اول حاجه تفرض بقى مختلف الواي مثلا من اول 0.1 لحد مثلا 6 7 8 متر تمام؟ وبعدين لكل قيمه للواي انت عندك كونسكشن معين هتعمل ايه؟ هتحسب جاما اتش بار في الاريا وتحسب جاما كيو سكوير على جي في الاي. لسه جاما اتش بار في الاريا دي بتتحسب ازاي؟ قانون سهل قوي دي واي سكوير على 2 زائد تي واي تكعيب على 3. لازم يا جماعه تبقى كاتبها عندك او حافظها مش كل مره في الامتحان هيجي لك فيرست مومنت اوف اريا تقعد تستنتجها من الفيرست ملهاش وقت. فلازم برضه دي تبقى عارف. جاما كيو سكوير على جي في الاي ما فيهاش مشكله هتجمع الكمين على بعض هتطلع مين؟ هتطلع السبيسيفيك فورس. هتيجي تعمل لها بلوتنج هيطلع لك كيرف شكله عامل زي مين؟ شكله شبه بالظبط السبيسيفيك انرجي دايجرام بس المره دي بقى المحور الافقي بيعبر عن السبيسيفيك فورس وحداتها بالاي حسب انت حاطط الجاما بكام. لو انت حاطط الجاما بواحد يبقى السبيسيفيك فورس وحداتها هتبقى بالطرد. لو انت حاطط الجاما ب 1000 السبيسيفيك فورس وحداتها هتبقى بالكيلو جرام او بالنيوتن. لو انت حاطط الجاما بكام؟ 9310 مع الوتر ده. هنقول بعد كده شويه كومنتس على السبيسيفيك فورس دايجرام زيها زي الانرجي بالظبط. السبيسيفيك فورس دايجرام از درون فور ايه؟ درون فور سيرتن كيو سيرتن بي سيرتن تي. بمعنى بصوا كده هنا على الايكويشن هو وانت بتعوض في الايكويشن دي يا جماعه كانت فانكشن في مين؟ كانت فانكشن في الكيو. يبقى ده معناه ان انا مثبته الكيو اي تغير في الكيو هيغير لي السبيسيفيك فورس دايجرام. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي فانكشن في مين كمان؟ في الاريا. طب هي الاريا بتتحسب ازاي؟ اللي هي فانكشن في مين برضه؟ البي والواي والتي. طب الواي هي الفاليبل بتاعي يبقى انا كان لازم ابقى مثبته مين؟ البي والتي. يبقى نفس الكلام اللي قلناه على سبيسيفيك انرجي ان هو برضه انا مثبته الكيو والبي والتي. اي تغير في الثلاث قيم دول هيطلع لي ايه؟ دايجرام جديد خالص. طيب اي خط راسي لو انت جيت رسمته انا جايب لك ان قال لي لاين انترسكتس ذا كيرف ات تو بوينتس. اي خط راسي عند قيمه للسبيسيفيك فورس معينه هتلاقي ان هو بيقطع الكيرف في نقطتين تمام؟ تعالوا مثلا نسميهم واي 1 وواي 2. واي 1 وواي 2 دول بسميهم ايه؟ تو كونجكت دبس. فاهم ايه؟ عشان كده بقول لك المسميات بقى مهمه قوي. لما كان على سبيسيفيك انرجي دايجرام كنت بسميهم ايه؟ الترنت تو الترنت دبس. فعشان كده مهم قوي في المساله تبقى فاهم. هاجي اقول لك مثلا هدي لك عمق اقول لك كالكوليت ذا الترنت دبس. كالكوليت ذا الترنت دبس فلازم تبقى انت عارف ان ده معناه ان سبيسيفيك انرجي 1 بيساوي سبيسيفيك انرجي 2. لما ادي لك عمق ايا كان واقول لك كالكوليت ذا كونجكت دبس يبقى ده معناها ايه؟
ده معناه ان specific force 1 هي اللي بتساوي specific force 2. معادلة تبقى مختلفة تماما، عشان كده لازم تبقى حافظ المسميات الكونجوجيت والالترنت، تبقى عارف دي ايه ودي ايه. طب السؤال بقى التاني، بقول لك تو كونجوجيت ده الموجود ده عبارة عن ايه؟ طب كده اتكلم بص على الجنرال ايكويشن. لا هو اكيد واحد صب واحد صب. بص على الجنرال ايكويشن بتاعت الهيدروليك شنطة. لو انا مش حاطة بلوكس التو كونجوجيت ديبتس دول بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن العمودين واي 1 واي 2 او هيدروليك شنطة. يعني لو انت عندك هيدروليك شنطة كده اهي، لو دي واي 1 ودي واي 2، تعالى طبق في الجنرال ايكويشن. انا دلوقتي مش حاطة بلوكس، تعالى طبق في الجنرال ايكويشن فهتلاقي ان انت عندك ايه؟ فالتالي specific force 1 هي نفسها specific force 2. طب يعني لو specific force 1 هي specific force 2 يبقى فين y1 وفين y2؟ y1 خلاص هي هتبقى تقاطع الخط الاحمر مع الكيرف في العمق اللي هو super critical، وy2 هيبقى تقاطع نفس الخط الاحمر مع الكيرف في العمق اللي هو sub critical. تاني يا جماعه بفكركم الهيدروليك جامب لازم تحسب ما بين عمقين، واحد سوبر واحد sub. مفيش حاجه اسمها ان العمقين يبقوا sub، عمرها ما بتحسب بالعكس من sub لسوبر. لا، هيدروليك شاف دايما هتحصل، y1 هتبقى دايما سوبر كريتيكال دبث، y2 هتبقى دايما سب كريتيكال دبث. تمام؟ طيب دي فاهمينها؟ يعني فاهمين ان y1 و y2 اللي هما تو كونجكت دبثس دول عمقين في الهيدروليك شاف في حاله ان الار بتساوي صفر. طب لو الار مش بتساوي صفر تعرفوا توقعوا لي العمقين دول؟ انا سبيسيفيك فورس دايما، يعني تعالى كده نرسم سبيسيفيك فورس دايجرام اهو. سبيسيفيك فورس وانا بقول لك ان الحاله دي عندك هيدروليك جامب اهي وانت حاطط بلوكس، تعرف توقع الواي 1 وواي 2 على دايجرام؟ واي 1 كده واي 1 كده واي 2 كده الاول. لو انا هطبق الجنرال ايكويشن، يعني حط الايكويشن قدامك وشوف مين اكبر، طبق الجنرال ايكويشن هتلاقي ان عندك سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2 زائد الار. يبقى لو ده قيمه سبيسيفيك فورس 1 اثنين هتبقى قدامها ولا وراها؟ تبقى وراها، تبقى حاجه اقل منها، فدي هتبقى سبيسيفيك فورس 2. السؤال اللي بعد كده فين واي 1 وفين واي 2؟ على حسب سوبر ولا سوبر حسب، هي لازم تبقى حاجه معينه. واي 1 هتبقى هي تقاطع الخط الاسود اللي هو بتاع سبيسيفيك فورس 1 مع الدايجرام، هلاقي نقطتين، هلاقي واحده صف واحده سوبر، اختار مين فيهم؟ سوبر كده اختار السوبر كده. دي اللي هي واي 1، عشان واي 1 دايما على طول سوبر كده. الهيدروليك جامب بتنط دايما. بس حد هنا هنسى المهم دي هتبقى واي 1، هتبقى فين يا جماعه واي 2؟ واي 2 هتبقى تفاضل سبيسيفيك فورس 2 مع الدايجرام، هلاقي قطع عليه فورتين. اختار العمق السوبر ولا العمق السب؟ كده اختار العمق مين؟ السب، يبقى دي هتبقى واي 2. تعالى بقى وصل لي خط مثلا كده ما بين واي 1 لحد واي 2، تعملي سهم وتقولي لي دي كده هيدروليك جامب. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان بعد كده هيبقى عندنا سؤال حاجه اسمها تريس ذا تشينج ان ووتر ديبث اون سبيسيفيك انرجي او سبيسيفيك فورس دايجرام. يعني ايه؟ تريس ذا تشينج يعني وقع لي التغير في اعماق الميه، يعني زي اللي احنا بنعمله بالظبط. اعماق الميه راح من واي 1 لواي 2، تريس ذا تشينج يعني وقع لي الكلام ده على سبيسيفيك انرجي وعلى سبيسيفيك فورس دايجرام. فاللي احنا عملناه تقريبا عملنا تريسنج للهيدروليك شوب. على اخر الشابتر هندخل معانا جيت، هنشوف حته التريس على بعض من اول الجيت، فلازم تبقى عارف حته حته تترسم ازاي. طيب دي فاهمينها؟ حد عندك فيها سؤال؟ سؤال في مراحل بس ولا مش مشكلة؟ التو دايجرام فين يا جماعة؟ دلوقتي هيدروليك شوب اتفقنا مع بعض الواي واحد دايما ايه؟ سوبر ولا سب؟ سوبر كريتيكال. واي 2 دايما سب كريتيكال. هو اصلا ايه تعريف الهيدروليك جامب؟ تعريف الهيدروليك جامب اللي هي القفزه المائيه ان هو عمق الميه عايز يروح من عمق سوبر لعمق سب كريتيكال. تمام؟ علشان كده بيحصل الهيدروليك جامب. فدايما واي 1 السوبر كريتيكال ده، واي 2 السب كريتيكال ده. تمام؟ طيب لما جيت قلت لك ان انا حاطه بلوكس، طبق المعادله الجنرال بتاعت الجامب، طلع لي ايه؟ ان سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2 بلس الار. طيب يبقى فين سبيسيفيك فورس 1؟ لو هي خط الاسود، يبقى سبيسيفيك فورس 2 اكبر ولا اصغر؟
اصبر لان سبيسيفيك فورس دي بتساوي 1 ناقص الار فعشان كده دي كده الاصل. طيب سبيسيفيك فورس 1 اللي هي عند كروس سكشن 1 قطعت الدايجرام في نقطتين اختار العمق السوبر ولا العمق السطحي؟ لازم السوبر كريتيكال لان واي 1 دايما السوبر كريتيكال ده فعشان كده اخترت العمق ده. واي 2 فين؟ هي تقاطع سبيسيفيك فورس 2 مع الدايجرام اختار العمق السوبر ولا العمق السطحي؟ السطحي. العمق السطحي وصلت ما بينهم يبقى انا كده عملت تريس بتاعي. لحد هنا يا جماعه حد عنده سؤال في دول؟ طب لو قلت لك تريس نفس العمقين بس اون سبيسيفيك انرجي دايجرام تعرفوا؟
دلوقتي عامل ايه؟ عنده كابتولر سكشن مديله الدستشارج 25 متر مكعب في الثانيه، بيقول لك ان في هيدرونيك جامب هتحصل. اول حاجه كونستراكت سبيسيفيك فورس دايجرام، تعرف ترسم سبيسيفيك فورس دايجرام؟ بالظبط، عشان ترسم سبيسيفيك فورس دايجرام دي حاجه سهله جدا بس بتاخد وقت. هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد تفرض تايم مختلف الواي، وعلى اساسها تكسب جاما اتش واي في الاريا، تكسب جاما 2 سكوير على جي بي الاي، تجمعهم على بعض وتطلع بعدين ترسم الكلام ده بسكيت زي ما اتفقنا مره قبل كده. لو انت عم ترسم الكلام ده على اكسل خد وقت عدد كبير جدا. لو انت بترسم الكلام ده على ايدك يبقى لازم تعمل ايه؟ قلت لك على الاقل 5 نقط. النقطه المينيمم اللي هي دي، وهي النقطه بتاعت الكريتيكال، وعلى الاقل نقطتين على الابر لاج، وعلى الاقل نقطتين على اللي هو لك على الاقل عشان تعرف تطلع شكل الدايجرام مظبوط. ده لو انت في امتحان يبقى انت محتاج على الاقل 5 نقط. تاني حاجة هو طالبها منك دي فيها كلام. بيقول لك الـ height of the jump is 1 متر. مين الـ height of the jump؟ واحد ناقص واحد. ما تلخبطوش ما بين الـ height of the jump والـ length of the jump. الـ height of the jump هي مين؟ لما تيجي ده واي واحد دي واي اتنين، فالـ height بتاع الـ jump هي عبارة عن فعلا واي 2 ناقص واي واحد. الـ length of the jump اللي هو طول الـ jump الأفقي هو ده اللي بيقول لك من 5 لـ 7 واي 2 ناقص واي واحد. هتجيب ازاي ال 2 كونجك دبس؟ هو بيقول لك ان الهايت اوف الجامب 1 متر، فايند ذا كونجك دبس. صح، هو ده الطريقه الطويله، هي بس المساله دي تحديد دي بس، عشان انت راسم سبيسيفيك فورس دايجرام. في طريقه اسهل؟ تجيب لها بتاع الجامب. انت المفروض راسم يا جماعه بتاع دي سكيل، يعني انت بتكون عندك ده سبيسيفيك فورس وعندك ده هنا الموتور دبس. وده بسوق سكيل. طيب هو الهايت اوف ذا جامب هو عباره عن ايه؟ واي 2 ناقص واي 1. طيب انا هنا عندي بلوكس؟ ما عنديش. يبقى الهيدرولي جامب بتظهر لي ازاي على سبيسيفيك فورس دايجرام؟ خط راس. يبقى انت عندك لو ده كده خط راس، فين ارتفاع الجامب؟ هو العمق الكبير ناقص العمق الصغير اللي هو ده يبقى واي 2 ناقص واي 1. فانت ممكن تجيب مسطرتك بالسكيل بتاعك بيطلع للقلب، تقعد تمشي راسي لحد ما تلاقي ايه؟ لحد ما تلاقي الخط اللي عنده فعلا ارتفاع الجامب. هو الازرق ده يا جماعه هو ده ارتفاع الجامب، اللي هو عنده ارتفاع الجامب ده بيساوي كام؟ 1 متر. ده لو انت رسمها تو سكيل. فهمتوا دي؟ لو انت مش رسمها تو سكيل خليها تاخد الجامب، لان عمري في الامتحان ما هخليك ترسم البتاع دي تو سكيل. فلو انت بقى مش رسمها تو سكيل وعايز التو كونجك دبس هتجيبهم ازاي؟ زي ما الباشمهندس قال ان انا لازم هرجع الجنرال ايكويشن، انا هجيب بقى جاما اتش بار في الاريا وهي ترابيزويد، فلازم جاما اتش بار في الاريا زائد جاما 2 سكواد على جي في الاي يساوي جاما اتش بار في الاريا. طب بس قبل ما نوصل لترايل دي معادله واحده فيها كم مجهول؟ مجهولين.
المعادله الثانيه. الجواب الثاني من جهد ان انا اجي اقول ان واي 2 ناقص واي 1 بتساوي كام؟ واحد. بتساوي 1 متر. هتحل ازاي دي بقى يا فرعون الملك؟ بص يا جماعه عشان تحلوا دي بقى ترايل ايرور لازم بتفرض واحد لازم يعني انت عندك واي 1 وواي 2 مش هينفع تحلها غير ان انت هتروح عامل اكبر كده تروح عامل ايه؟ هتفرض مثلا واي 2 وبعدين من المعادله السهله تجيب واي 1 يبقى انت دلوقتي عندك واي 1 وواي 2 الاثنين انت فارضهم تروح بقى تاخد واي 1 وواي 2 اللي انت جايبهم تعوض بيهم في المعادله الكبيره دي اللي بتعمل منها ايه؟ التشيك يعني انت بتفرض حاجه وبعد كده بتعمل ترجع تعمل تشيك على نفسك. فلو انا هعمل دي هروح اعمل ايه؟ احنا عمالين في الارقام اللي احنا هنديها المهم لما تيجي تعمل دي هتحسبها ازاي؟ لو انا مثلا هفرض مثلا اول حاجه واي 1 هبتدي مثلا من نص متر الهيدروليك جامب لما هتحله كتير دايما اول فرضيه اللي هو واحد افرض في حاجه في رينج اقل من 1 متر نص متر 0.4 0.3 وهكذا. فانا هاخد مثلا واي 1 بنص متر هروح اعوض في المعادله السهله لو واي 1 بنص متر يبقى واي 2 بكام؟ يبقى واي 2 هتطلع 1 بنص متر. خد واي 1 وواي 2 هتعمل بيهم ايه؟ عوض بيهم في المعادله دي. انا رايي لما تيجي تعوض انت ممكن طبعا تاخد ده ناقص ده وتبقى بتقارن بالصفر. انا لما احسب انا شايفه ان اسهل احسب اللفت هاند سايد لوحده واحسب الرايت هاند سايد لوحده. لان اللفت هاند سايد ده بيعبر لك على ايه؟ ده ليه معنى، ده بيعبر لك عن سبيسيفيك فورس 1. والرايت هاند سايد من المعادله ده برضه بيعبر لك عن سبيسيفيك فورس 2. فانت هتحسب اللفت هاند سايد لوحده وبعدين تحسب الرايت هاند سايد لوحده اللي هو زي ما اتفقنا ده بيعبر عن سبيسيفيك فورس 2 ده بيعبر عن سبيسيفيك فورس 1. طيب هيطلعوا مختلفين عن بعض، عايز اقربهم، فانا مثلا عايز اكبر سبيسيفيك فورس 1، انا عايز اكبر واي 1 ولا اقللها؟ عايز اكبر سبيسيفيك فورس 1. متأكد؟ لا معلش خليك يا باشمهندس برضه ده ما تجيبوش أي حاجة باي سنس، أو ما تجيبوش أي حاجة بإحساس. ده سبيسيفيك فورس وده الموتور ده. واحد دي على الأبر لاج ولا على اللور لاج؟ واي واحد يا جماعة مكتوب على الأبر لاج ولا على اللور لاج؟ على اللور لاج عشان هي سوبر كريتيكال. تمام؟ طلعت السبيسيفيك فورس برافو مين؟ عايزة أكبر قيمة السبيسيفيك فورس، باشمهندس قول لي، عايزة أكبر قيمة السبيسيفيك فورس، يبقى أنا عايزة أصغر ولا أكبر الواي؟ صغرها بالظبط، علشان أتحرك في الاتجاه ده. فهمتوا يا جماعة؟ فعشان كده بقول لك أنت ممكن تجيب المعادلة ده وهزداد الكارب بالصفر، بس أحسن لك خلي احسب ده هاند سايد لوحده ورايت هاند سايد لوحده عشان تبقى شايف الترايل اللي بعديها اكبر ولا اصغر. فاهمينها؟ محدش حابب حاجه يديها في الكالكوليتر بالشيفت صور، هتاخد منك وقت كتير جدا عشان تكتب المعادله كلها ومش هتعرف وهتغلط مش هتيجي معاك. ما انا ده بقوله لك ما تحاولش تعمل كده، هتاخد منك وقت كتير قوي ومش ده مش ده اللي انا عايز اشوفه، انا عايز اشوف الجدول ده. يعني الاصغر دي انت هتحلها بطريقه مش هتاخد عليها درجات وغالبا هتغلط فكله هيتشال. يعني فكده ما عملش اي حاجه. اللي يا جماعه بيحل على الكالكوليتر على طول هو بينقص درجه الترايل ده لو طلع الفاينل انسر صح. طب لو طلع الفاينل انسر غلط بينقص درجه الترايل ودرجه الفاينل انسر. فعشان كده وروني ستابس دايما وانتوا بتحلوا وروني ستابس اعمل ترايلز. حتى لما تطلع الفاينل انسر غلط اعمل ترايلز وريني انك عامل ترايلز على الاقل اديلك درجه الترايلز. هتعمل سؤال كتير. بصوا على قد ما خلص المسائل اللي على السبيسيفيك فورس عشان السكشن الجاي ادخل على الجيت على طول. وهناخد سكشن برضه. اه 15 متر
اول سؤال what is the flowing discharge الكيو كام؟ يعني كده دلوقتي عندك الاوكسجين دي ثلاث مظبوطات وعندك الهيدروليك جامب هتحصل فيها الكيو اللي ماشيه بتساوي كام؟ ليه جنرال صح استعمل قوانين سهله ليه استعمل جنرال اول سؤال يا جماعه عشان بص اول حاجه وانت بتحل تشوف الكروس سكشن بتاعك التاجر الاوفري وايد ده اول سؤال تاني سؤال عندك نقص ولا ما عندكش ما عندكش الحمد لله يبقى تستعمل قوانين مالها سهله على طول انا مديالك واي 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 تو وحاطين القوانين بعد شويه بتقول لي ايه واي بي بتساوي واي ثابت على الاثنين ناقص واحد زائد سكوير روت واحد زائد 8 كيلو سكوير على جي واي واحد تكعيب ده القانون هتبقى كاتبه عندك او حافظه هتعمل بيه على طول هتعوض في القانون ده هتلاقي كل حاجه عندك ما عدا مين؟ ما عدا الكيو محتاجه تطلع على الارض ولا تعرف تجيب الكيو في ناحيه؟ تعرف تجيب الكيو في ناحيه سهله قوي انت هتعمل كده Please, in the floor to fix the position of the train. هو حط كذا بلوك. في ساعات سؤال بيجي
بيقول لك احسب لي فعلا عدد البلوكس، بس بيبقى محدد لك كل بلوك بيستحمل فورس قد ايه. فكل الحكايه بس انت هتقسم التوتال فورس على الفورس اللي البلوك واحد بيستحمل. فده ساعات سؤال ساعات بيجي، بس هو هنا مش قايل لك. ما هي دي الار توتال اصلا. هتعمل حال الأرض ازاي؟
لازم اطلع من قبل، هتروح فارض واي واحد تعوض المعادله الثانيه، تروح جايب واي 2 ده هتجيبها من الايكويشن 2. عندك واي 1 وواي 2 تروح تعوض فيهم تطلع الرايت هاند سايد من المعادله، يعني تروح تحسب لي الرايت هاند سايد من المعادله اللي هي بتعبر عن مين؟ اللي هي بتعبر عن اللوس. تقارن الرقم ده بكام؟ ب 3.5. دايما بحب لما تيجي تعمل ترايل اند ايرور حاول قدر الامكان الرقم اللي تحسبه يبقى ليه معنى. بمعنى محدش يجي يقول لي مثلا ده ناقص 3.5 بيساوي صفر، يقارن بالصفر، الصفر ده بيعبر لك عن ايه؟ ولا تعرف. يعني لو الرقم اللي انت عايز يطلع 2، 2 اكبر من الصفر، طب الترايل اللي بعديها ازود ميه واحد ولا اقلها؟ ما تعرفش. فاهمين قصدي؟ انا تاني دي كنت حاطها بالارقام، نمشي بالارقام عشان تفهم. دلوقتي انا لما جيت مثلا فرضت واي واحد، فرضت واي واحد بنص متر، عوضت المعادله بتاعت الهيدروليك جامب طلعت مين؟ طلعت واي 2، فواي 2 هيطلع 1.68. اخدت واي 1 وواي 2 عوضت في المعادله بتاعت مين؟ اللوسز. تمام؟ الراي اللي كان اللوسز بكام؟ ب 0.49. السؤال بقى هنا تعالوا نشوف ايه معنى ال 0.49؟ الهيد لوسز طلع ب 0.49 وانا عايز اللوسز تطلع بكام؟ تطلع ب 3.5. يبقى انا عايز ازود الهايت بتاع الجامب ولا عايز اصغره؟ عايز اكبر ارتفاع الجامب. انت دلوقتي عندك الهيدروليك جامب. لو ده كده يا جماعه سبيسيفيك فورس دايجرام. لو دي كده هيدروليك جامب معينه. يعني ايه اكبر الهيدروليك جامب؟ يعني الخط ده هيتحرك لقدام، يعني الهيدروليك جامب بتحصل ما بين واي 2 وواي 1 اكبر. ده هيحصل فيها وسط اكبر. كل خط من دول يا جماعه بيعبر عن الهيدروليك جامب، ده بيعبر عن الهيدروليك جامب. كل خط من دول بيعبر عن الهيدروليك جامب. دي اصغر هيدروليك جامب هيحصل فيها انرجي لوسز. دي هيحصل فيها لوسز اكتر شويه. دي هيحصل فيها اكبر لوسز وهكذا. فكل ما الفرق ما بين واي 2 وواي 1 بيزيد، كل ما الانرجي لوسز في الجامب بيزيد. لما انا اتفرجت واي 1 بنص متر، قلت لها 1.68، طلعت لي لوسز 0.49، وانا لسه عايز لوسز تبقى اكبر بكتير، عايزها تبقى 3.5. يبقى الراي اللي بعديه اكبر واي 1 ولا اصغرها؟ صغرها. واي 1 يا جماعه هي السوبر كريتيكال اللي هي مثلا طلعت العمق ده، انا فرضتها بنص متر. طب انا عايزه جامب اكبر، عايزه جامب اكبر، يعني انا عايزه اجيب الخط ده، فانا عايزه اتحرك في اي اتجاه؟ يمين. يعني عايزه اعمل ايه؟ عايزه اصغر الواي 1. فالترايل اللي بعديها المفروض لما تيجي تجرب تلاقي مثلا صغرت دي ورحت واخده دي 0.3، رحت جبت الكونشنت بتاعها هيطلع 2.3، رحت حسبت الهيد لوسز طلع 2.98. يبقى انا كده ماشيه ايه؟ في الاتجاه الصح. طيب اقل كمان ولا اكبر؟ اقل كمان. رحت مثلا 2.5 الكونشنت بتاعها هيطلع 2.58، الهيد لوسز هتطلع 4.93. يبقى ايه بقى يا جماعه؟ بالظبط ده الرومانس الدور. طالما عملت ثلاثه ترايلز انت من حقك تعمل تعمل انتربوليشن. يبقى الحل اللي انا بدور عليه هو نخلي الواي واحد ما بين 0.3 وربع متر. فتفرض بقى اي حاجه بقى انتربوليشن الرقم هيطلع اقرب من 0.3. تروح مثلا برنولي هو هيبقى 0.28 او 0.29. تروح تجيب الكونشنت بتاعه وتقول لي هو ده الفاينل انسر اللي انت عايزه. فهمتوها؟ فعشان كده الشابتر ده مهم قوي ان انت فاهم الترايلز عاملها ازاي. احسب ايه؟ طب الترايل اللي بعديها اكبر واي ولا اصغرها؟ فلازم تكونوا فاهمين قوي الكلام ده. عشان تفهموا الكلام ده محتاجين يبقى دايما قصاد عينيكم السكتش بتاع مين؟ السبيسيفيك فورس دايجرام. حد عنده سؤال؟ حلو معاكم مساله كمان؟ واحده بس؟ خلاص مش هنحلها المره الجايه مش هيبقى ليها وقت. خلاص. بكره ان شاء الله هنكمل ال بقى في الجيتس. طبعا اول حاجه في السكشن، اول حاجه في السكشن عشان هو هيبقى نص ساعه ونكون ندخل في السكشن على طول. عشان صعب، يعني عشان نص ساعه صعب.